بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومولانا جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، حتى إن العلماء قالوا من أعطى أربعا أعطي أربعة، اللي يدي أربع حاجات ربنا يديله مقابل ليهم أربعة أشياء، أربع عطاءات. من ذكر ذكر، من شكر زيد له، من استغفر الله غفر له، من دعا الله استجاب له. وهذه الآيات الأربع في القرآن الكريم، فاذكروني أذكركم، هتذكر هيذكرك، إني مع العبد الذي هو ذاكري وتحركت بي مخلصا شفتاه، إني أقدس من يقدسني ومن يرعى عهودي دائما أرعاه سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، من شكر زيد له، قال جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى الشكر معاه الزيادة. تذكر ربنا سبحانه وتعالى يذكرك جل وعلا، تشكر ربنا يزيدك من العطاء والفضل والثواب العظيم الذي أعده الله للشاكرين. ثلاثة، من استغفر الله غفر له، قال جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نمرة أربعة، من دعا الله استجاب له، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى اللي هيدي أربعة أشياء ربنا هيعطيه أربع عطاءات. من ذكر ذكر فاذكرني أذكركم، من شكر زيد له لئن شكرتم لأزيدنكم، من استغفر الله غفر له، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، من دعا الله استجاب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، درجة الشكر دي في أي منزلة؟ قال العلماء، الفيروز أبادي يقول أن درجة الشكر من أفضل منازل السالكين. السالك إلى الله واللي بيسلك طريق ربنا سبحانه وتعالى بيمر بمراتب ودرجات، الصبر، الرضا، الشكر. قالوا الشكر يأتي بعد الرضا، إن صبر الإنسان أرضاه الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب لما يرضى، يأتي بعد الرضا الشكر، فمن شكر الله جل وعلا زاده الله. يبقى الشكر منزلة من أعلى منازل السالكين الطريق إلى الله، من أعلى منازل السالكين الطريق إلى الله. اللي بيسلك طريق ربنا سبحانه وتعالى لازم يرضى، طب لما يرضى هيشكر، طب لما يشكر ربنا هيزيده سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم، حتى في الدعاء سيدنا سليمان يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوفوا الدعاء، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. لذلك ندعو بهذا الدعاء في سجودنا وفي صلاتنا وفي خلواتنا وفي قيامنا بين يدي الله بالليل، دعاء سيدنا سليمان، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هي إيه النعمة اللي سيدنا سليمان ربنا أنعم عليه بيها وبيشكره عليها؟ قال سيدنا سليمان هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ده عطاء ربنا، ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. فسيدنا سليمان بيقول له يا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أنت يا رب بيدك الخزائن، هب لي ملك ليس لأحد من بعدي يا رب العالمين. فأعطاه الله
هذه العطاءات. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وبعدين يقول له هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يبقى ربنا بينعم على سيدنا سليمان هذه النعم، ولما سيدنا سليمان شكر مولاه على ما أولاه زاده الله من النعم وزاده الله من الفضل. ربنا يقول لنا في القرآن الكريم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني لما تؤمن بالله وتشكر الله على نعمه، وأعظم نعمة نعمة الإيمان، ربنا مش هيعذبك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لسه معانا حديث آخر عن الشكر في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الحامدين الشاكرين، اللهم أمين. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.